بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. سوسة النخيل من أخطر الآفات الحشرية التي تهدد حياة النخيل، وهي سرطان النخيل. هذا الآن لدينا نخلة مصابة تم كشطها، وهذه رقات السوسة موجودة. هذه رقة السوسة، وهذه الفتحة التي عملتها السوسة. داخل النخلة الآن تم كشط النخلة، تكريبها ثم كشطها لإيجاد أماكن الإصابة. هذا أحد الأماكن، وهذا الثاني، وهناك عدة أماكن تم التعليم لها في جريد النخل. هذه واحد، هذه اثنين، هذه ثلاثة، أربعة، خمسة، إصابات متعددة. دخلت السوسة إلى داخل جذع النخلة ثم تعيش فيه وتستقر، وتبدأ تفرغ النخلة من الداخل، وهي من أخطر الآفات. تحتاج وعي للمزارع وتعاون كامل من المزارعين ومن جميع الجهات للقضاء على هذه الآفة الخطيرة. الآن سوف يتم وضع أقراص الفوسفيد، وهي من المبيدات التي تقع تحت الرقابة، ولا تستخدم إلا بإذن من قبل الجهات الرسمية والشركات المتخصصة. هذا هو مبيد فوسفيد الألمنيوم، وهو من المبيدات التي تقع تحت الرقابة، ولا يسمح باستخدامه مباشرة من المزارعين إلا بشركات مسموح لها أو عن طريق وزارة الزراعة. نظرا لخطورتها فهي من المبيدات القاتلة، ويجب أن يحذر المزارعين من استخدامها مباشرة بأي شكل من الأشكال. هي مبيدات خطيرة، ولذلك تم وضعها تحت الرقابة وتحت التحكم من قبل شركات معينة، وهي فعالة في قتل السوسة داخل النخلة. ركز لي على الخطير الشريط الأحمر، أي معناها مبيد عنده شريط أحمر هكا راه خطير مسموح به كان للجهات المختصة بس استعمال هذا. ريت الشريط الأحمر، هذا فما شريط أحمر، شريط أصفر، شريط أزرق، وأنت والحدة المبيد. نعم، ركز على الشيء. وجود الشريط الأحمر على المبيد يعني أن هذا المبيد تحت الرقابة، ولا يسمح باستخدامه إلا من الجهات المخولة والمصرح لها بذلك، وأنه مبيد خطير كما يظهر من هذه العلبة. وهذا وعاء المبيد يوجد عليه الشريط الأحمر نظرا لخطورته. ويجب التعامل به من قبل المختصين والخبراء في هذا المجال. كما أن يوجد ضروري لبس خاص لمن يتعامل مع هذا المبيد للوقاية منه، ولا يتم التعامل معه مباشرة بأي شكل من الأشكال. هذا لبس مخصص لمن يتعامل بفوسفيد الألمنيوم. تم وضع الفسيخ وقفله، والآن نحن نبدأ بالسترة.
هذه بيوت السوسة. وهذا بيت ثاني. الله الله فين أشهد الله. نحن الآن في إحدى المزارع المصابة مع إحدى الفرق المتخصصة في معالجة السوسة. طبعا هذه أثار السوسة، هذه البقايا، هذه السوسة في الشرنقة تتهيأ للخروج. هذه مراحل تطور حشرة سوسة النخيل. هذه هي اليرقة، وهي أخطر المراحل حيث تتغذى على نسيج النخلة حتى تقوم بتجويف النخلة من الداخل كامل حتى تسقط، ثم تتحول إلى شرنقة. هذه الشرنقة، هذه الشرنقة المقفل ملفوف عليها من بقايا النخلة. بداخلها هذه بداخلها العذراء. هذا الآن العذراء في مرحلة تحول إلى دودة، إلى حشرة كاملة. هذه هي مرحلة العذراء تخرج من الشرنقة، هذه العذراء في تحول لمرحلة السوسة، ثم هذه الحشرة الكاملة. هذه الحشرة الكاملة، هذه الإصابات موجودة في إحدى المزارع، وهذه الحشرات أخذناها من المختصين. هذه مراحل سوسة النخيل. هذه هي الشرنقة كما يظهر،
كما يظهر رأسها البني. وهذه هي اليرقة، وهذه هي الشرنقة الآن في مرحلة التحول إلى دودة، وهذه هي الدودة البالغة، وهذا هو آثار الدودة، الألياف التي تخرج عند تغذيتها على النخلة من الداخل. هذه مراحل عملية في إحدى النخيل المصابة.